الأستاذ زبير فاضل الكاتب والإعلامي الجزائري ينضم إلينا من الجزائر. سيد زبير فاضل مساء الخير. الحقيقة عهدة الرئيس بوتفليقة ما تزال تمتد إلى 2019، ولكن الصراع بدأ مبكرا كما تقول وتشير لذلك التقارير. ما الذي حرك هذا الصراع وبهذه الشدة الآن؟ السلام عليكم ومساء الخير، أهلا بك. على فتح النقاش حول الرهانات التي تعيشها الجزائر في الوقت الراهن. بالتأكيد أن بداية يجب التأكيد على أن لا أحد يريد أن تنتقل السلطة من الرئيس بوتفليقة إلى أي شخص آخر عن طريق العنف، لأن الجزائريين يجتمعون على فكرة واحدة وهي أن الجزائر لن تدخل دوامة عنف أخرى بعد التي عاشت فيها العشرية السوداء. إجابة عن سؤالك، بالتأكيد أن السلطات في الجزائر تريد دائما إبعاد النقاش حول صحة الرئيس بوتفليقة التي يعرفها الجميع أنه ليس في صحة جيدة، والكثير من النقاش يطرح في كل مرة حول إمكانية استمراره في الحكم وهل هو بالفعل من يحكم. وبالتالي ففي كل مرة يلعب عدد من الشخصيات في الجزائر المحسوبون على النظام طبعا والموالاة أدوارا معينة. في الوقت السابق كانت الأدوار يلعبها أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الحالي عمار صعيداني بإطلاق بعض التصريحات وغيرها، وفي مراحل أخرى، واليوم نشهد عودة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي يحدث جدلا والآخر بعودته إلى الجزائر وتأكيده على أنه لم يتورط في فضائح فساد في سوناطراك وهي الشركة الوطنية للبترولي والغاز. وبالتالي فهذا الحراك وهذا الحديث يلهي الجزائريين نوعا ما عن صحة الرئيس المتدهورة ومن يحكم فعلا في الجزائر. طيب يعني على ذكر السيد عمار صعيداني الأمين العام للجبهة أشار الحقيقة بتصريحات حادة تجاه ما يسميها البعض بتكتل ربراب توفيق، أشار إلى هذا الثالوث بالأخطبوط وتحدث بحدة. ما الذي يخشاه صعيداني من هذا الثنائي، خصوصا إذا ما تمكن ربراب من شراء الخبر الجزائرية؟ بالتأكيد أن شراء الخبر الجزائرية سيتم الفصل فيه غدا في المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس في العاصمة، حيث سيتم البث مجددا في القضية. بعيدا عن كل هذا، عمار صعيداني لا يمكن أحد أن يتصور هذيانه من خلال تصريحاته، وفي كل مرة كما نقول نحن في الجزائر يسخن الزنبير، أي أنه يطرق على الطبل في كل مرة بإعادة من بعض الأطراف. بالتالي فهو لا يعي كثير من الأمور التي يسوقها علنيا وسياسيا. ربراب لم يتحالف يوما مع الجنرال توفيق الذي أحيل على التقاعد، وقضية الخبر أيضا بعيدة عن هذا النقاش السياسي، لأن يعني الخبر ظل إلى وقت بعيد أكثر من 25 سنة منبرا حرا، وبالتالي لا توفيق الجنرال توفيق ولا حتى ربراب ولا حتى صعيداني بإمكانهم أن يغيروا خط التحريري لهذه الجريدة التي تبقى هي الجريدة الأولى في الجزائر. ما يسوق حاليا هو فقط مجرد خزعبلات سياسية وتصريحات إعلامية لا غير، من أجل إلساء الكفة نحو إلغاء صفقة شراء مجمع الخبر من طرف رجل الأعمال الجزائري سعد ربراب، الذي يريد أن يستثمر في كل المجالات لخدمة للجزائر ربما، وليس خدمة لأجندة سياسية كما تسوقه بعض الأطراف التي تسعى هي الأخرى للوصول إلى الحكم. طيب هذه الصفقة بالتأكيد تزعج السلطة على كما هو واضح، وهناك مسعى حتى من رئيس الوزراء لإغلاق العديد من وسائل الإعلام. الحقيقة أمر مستغرب، والجزائر مقبلة على مرحلة يفترض بأنها انتقال سياسي وتحتاج إلى إعلامها حتى يكون حاضر، لكن هل لك أن تعيد توضيح الحقيقة هذه الكتل المتصارعة إذا كانت في وسائل الإعلام أو بعض التصريحات لا تشير إلى حقيقة الصراع يجري بين من ومن؟ كم هناك كتلة يعني داخل السلطة أو خارجها في الجزائر تراها يعني تشكل هذا الصراع والبحث عن دعم طرف ما لخلافة بوتفليقة؟ الأكيد اليوم أن الكثير من الكتل والأطراف تسعى إلى خلق هذا النزاع وهذا الصراع من أجل الوصول إلى الحكم. دعني أقول لك أيضا بأن هناك طرح
يقول أن الرئيس القادم سيكون نائب وزير الدفاع الجايد صالح الذي يريد اليوم من خلال حل جهاز المخابرات أن يكون الرجل الثاني في الجزائر، وبالتالي فالتخويف من مسألة الرهانات التي تعيشها الجزائر ورهانات المنطقة والإرهاب والحدود وغيرها يجعل من مقولة أن الرئيس القادم سيكون عسكريا كما في مصر هي أيضا مطروحة. في جانب آخر أطراف كعمار صعيداني الذي يريد أن يصل إلى الحكم، الذي يريد ربما أن يصل إلى منصب رئيس وزراء في الجزائر، هناك أطراف أخرى تريد أن تقود حملة الوصول إلى منصب الرئاسة عن طريق أحزاب سياسية في المعارضة، لدينا الويزة حنون، لدينا أحزاب سياسية إسلامية على غرار حركة مجتمع السلم التي يقودها مقري، كل هذه الأطراف في جهة، وبجهة أخرى هناك من الشخصيات التكنوقراطية التي تريد أيضا الوصول إلى الحكم. كل هذه الرهانات بطبيعة الحال يمكنها أن تصب في خانة واحدة وهي الحرب المطبقة نحو قصر الرئاسة المرادية في الجزائر. لكن في هذه المرحلة بالذات في 2016 وقبل 2017 والمواعيد الانتخابية التشريعيات وغيرها المسألة غير محسومة، وإنما هي مجرد تجاذبات سياسية ومحاولة للتموقع كلهم في خانته. أنت أشرت إلى نائب وزير الدفاع القايد صالح، وهذا الرجل بالتأكيد قد يكون ربما في مقدمة لا أقول الطامعين، ولكن الشخصيات التي يتوقعها أيضا الجزائريون أن تكون منافسة على هذا المنصب في حالة أي شغور مفاجئة أو سباق على خلافة بوتفليقة، خصوصا هذا الرجل زار المناطق الغربية في الجزائر مؤخرا وأكد بأن الجيش الجزائري لن يتوانى في تطبيق دستور البلاد، وربما الأوضاع طبعا مع المغرب هي ما يعنيه الرجل. ولكن دعنا ننتقل في هذا السؤال الأخير إلى الدور الأمريكي الفرنسي، أيهما تراه أقرب إلى ربما المساهمة أكثر في تحديد شخصية الرئيس المقبل، فرنسا أم أمريكا باعتقادك؟ بالتأكيد أن الضفة كان الكتلة كانت بالتأكيد الكفة دائما تتاح إلى الضفة فرنسا في وقت سابق إلى ليس بالبعيد، إلى منذ حوالي 40 يوما منذ آخر زيارة لرئيس الوزراء الفرنسي إلى الجزائر، وكل ما حدث وصاحب هذه الزيارة من ضجة من إطلاقه ونشره بصورة لرئيس بوتفليقة تؤكد بأن الكفة ستكون في صالح أمريكا التي ستصنع رئيس الجزائر القادم. وعودة شكيب خليل لدى الكثير من المحللين تدخل في رزمامة إعادة تموقع أمريكا في الجزائر من خلال التدخل في صناع القرار، والرجل يقولها صراحة بأنه ليس لديه مشاكل مع أمريكا، وأن في الحسابات الضيقة وفي الكواليس يؤكد بأن هي من مهدت لشكيب خليل بدخول الجزائر بهذه الطريقة رغم الغضب الشعبي من هذا الرجل الذي اختلس ملايير دولارات من مؤسسة وطنية كان يقودها في وزارة الطاقة والمناجم. الكفة أقول تترجح إلى أمريكا باعتبار أن الجزائر اليوم تميل إلى الأنجلوفونيين على عكس الفرنكوفونيين حتى في الصفقات والتموقع التجاري والاقتصادي في الجزائر. طيب اسمح لي بإضافة هذه النقطة، إذا كان شكيب خليل هو الرجل المفضل لأمريكا، من هو الرجل المفضل باعتقادك لجارتكم أو المستعمرة السابقة فرنسا؟ بالتأكيد أن الطرف سيكون هو الطرف الذي العسكري وهو القايد صالح الذي يرجح أن يكون الأقرب إلى صف فرنسا بتحفظ طبعا وبين قوسين لا غير، لأن هذه المسائل تبقى مجرد تخمينات بالنظر إلى التموقعات الكثيرة التي تشهدها الساحة السياسية في الوقت الراهن. فالفرنسيون يريدون بالطبع التموقع في صناعة قرار سياسي في الجزائر من خلال ربما المؤسسة العسكرية. الأستاذ زبير فاضل الكاتب والإعلامي الجزائري كنت معنا من العاصمة الجزائر، نشكرك جزيل الشكر على